الدكال، المجموعة اللي تنشأت مؤخرا بهدف نشر فكر التطوع في البلاد، وهي فرصة للشباب باش يفرغوا الطاقة الإيجابية ديالهم. وحنايا اليوم مع جمعية الأيادي البيضاء باش نعاونوهم في مائدة إفطار الرحمن ديالهم اليوم. حنايا كنخدموا مع هو تربوي، سواء مع الاطفال تطوعي العائلات، خدمنا ارواد ودرنا صله الرحال، مشينا عند الرحال وساهمنا معاهم، وانشطه الدراري الصغار، يعني ما كل ما هو تربوي واجتماعي كديروا عند الدكان. كنحسوا بالرضا علينا كشباب اننا كنديروا واحد كنفرغوا طاقتنا في مساعده الناس، ولقينا بعدا فرص باش نفرغوا هالطاقه هذه. وكنشكروا الجمعيه اللي دخلنا مع الايادي البيضاء، انه كاين الناس خايبين، راه كذلك كاين ما هو صالح. الشباب كما كانوا غيكونوا الا لقاو فرصه فاش يفرغوا ديك الطاقه ديالهم، راه اكيد غيظهر الجانب الايجابي فيهم وغادي يعاونوا ويساهموا. الا لقاو فرصه راه اكيد ما غيغبر فيهم داك الجانب الخايب وغيظهر الجانب المزيان. الشباب خصو في طاطا بحال هاد المجموعات اللي كيفكروا ايجابيا وكيفرغوا الطاقه ديالهم. خصو دور الشباب يزيدوا شويه، خصهم فرص كثيره بزاف. شباب خصو بزاف طاط، خصو يبدا يهضر الشباب، خصو يهضر على شنو خصو في طاط. الدكال كانت نكران ناوي من الدكال تفرخان مون خكاد، انا كنسكر الجمعيه الجروب نقبل كيس نسكر العمل التطوعي. دلوش كانت السميه ديال الدكال بانه هو اون كران سميه متداوله ديما في الوسط كذا، فاش كانت ام دوكال كرمز وسميناها دوكال في العمل التطوعي. تي دوكال فنسكر الخير، تي دوكال فننشر الفكر الايجابي غش ما زيرش كي كان الحوايج. بالنسبه لخنكني بعدا نسبت قلنا خنكني نسبت مش الحوايج، لقيت خنكني بانه ورا انت فما غنتفرغ الطاقات هاد اللي كنخلاني تنزل عند الاطفال الصغار، نسكر انشطه، نسكر بحال الصباغات المؤسسات الارواد وكذا، نسكر داخل النشاط البحالنا ودخلها بكتاب، الا دخلها بكتاب باش نشكر الفكر ديال الاستاذ اللي راه يفكر افكار ايجابيه وينور الشباب اللي درنا خلال غيط. الرساله ديالي هو اننا نديروا الخير ونعاونوا باش ما قدينا ونتواضعوا من جانب في الحياه ديالنا، نخليوها العمل الاجتماعي وهكا باش ننميو القدرات ديالنا وشخصيتنا ونمشيو نساهموا في تكوين واحد الجيل اللي مخلي صوره زوينه في البلاد ديال طاط. باري فكن غير مجهود الناس، فكن الطاقات ديال الناس باش سميتني بدوكالات غلي تبين غوكار من الصعيد الوطني ماشي غير محلي.